ما انت ما تعيش حركات دي. يلا خلص معايا خلص معانا عشان تبطل تغلط في الكلب تاني مره. تبطل تغلط في الكلب. ها يلا واحد واحد يلا واحد يلا انا هعد دي بس واحد. والله ما بيعرفوا هم والله ما معرفوا. يلا واحد واحد مش هتنطها عادي هتضرب. اثنين ثلاثة أربعة. والله هم اللي ما بيعرفوا والله هم. يا بخير عم انتوا خمسة بالله. خمسة يلا خمسة. كلب أنا أتكلم على كلب أنا قاعد زي الباشا ورا باشا قاعد ما غلطش في حد. تغلط فيه ليه؟ وتقول وتروح تقول لهم إن أنا جيت علشان الكلب هرب. هات أمك لو ورديك وبعديها هتسكت سجدتين للكلب. يلا يلا ها طيب اهو اهو يلا ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يا بيه مش عارف والله ما انا والله ما انا مش عارف يعمل ايه. يبقى اهو يبقى اهو خمسة. طيب انا خمسة هتقعد ليه؟ كفاية كده بقى. انت تعبت؟ قول يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. تعالى بقى استنى بقى استنى بقى صلي للكلب. صلي للكلب صلي للكلب يلا ابو الطشطان يلا صلي. في ناس بره. صلي للكلب قول والله اكبر. لا يا بني شاف الله عليك هتشيل ذنب ولا هشيل ذنب؟ انا هشيل ذنبك. لا اضرب له تعظيم سلام ولا اعمل له اضرب تعظيم سلام. هو عمي سلام بابي. قول بابي قول بابي خلاص يا ريت معتز بقى. حط لي ثاني بقى الخطوه الثانيه. حط لي في الفيشه يلا. حط لي في الفيشه هات المشترك. انت لي الكهرباء. انا بطمن عليك ولا عليك. انت بتلاش عم ما مش عليا خالص. انت اهنت كلبي ودي ثالث مره والثالثه ثابته معايا بيه. يلا اتفضلوا اتفضلوا عايزين الكهرباء يلا كهرباء يلا. ما بهرج معايا دكتور عمرو. مع مين؟ مع مين؟ مع بوبي. مع بوبي برضه. هو ما بيهرجش مع حد. ما بيهرجش مع حد. ما بيهرجش مع حد. عشان تتريق عليه هو جاي في العربية عشان ياخدني بجلالة قدره. أنت جبار. أنت جبار. أنت جبار. حد يسخنك. أنت سخن من غير حاجة. أنت سخن من غير حاجة. أنت سخن من غير حاجة. ايوه جاي هناك عشان انا سمعت انك اتكلمت عليا فجيت جري. اتكلم عليا ليه؟ انا بتكلم عليك. انا بتكلم عليك. انا بجيب اعراضك. الكلب ده عرضي. عمرو اتفضل. فكره كويسه من عمرو. اتفضل. ايه يا عمرو؟ والله لا مش ينفع معانا. لا مش ينفع معانا. عايز تكهربني كهربني موتني وخلاص يا معلم. كهربني وكده بجد. انا مش هقص ولا حاجه كده. انا هنا اكتر من كده. طب بتتكلم على الكلب ليه بتاعي؟ بتتكلم انا اهنتك. انت اللي اهنت كلبي ليه؟ طيب ما حدش جاي لحضرتك. ده انا فرحت لما لقيته رايح يصيف. ده هو الله اكبر عليه. امال مين اللي عايز يسربه؟ مين اللي عايز يسربه؟ عايز تسرب كلبي؟ انت عايز تسرب كلبي ليه؟ وهتسربه فين؟ في القلق يعيش وسط الاوساخ. يا بيه كنت هوديه القلق. ما كنت هوديه فين؟ انت قلت السخنه. انت قلت القلق. ده انا كنت هوديه السخنه. هتكذب هسربه يعني. الكذاب بنقطع لسانه. انا كنت رايح قلت ايه للدكتور معتز؟ قلت له هسربه فين؟ بدل ما يروح يسربه في الساحل يسربه فين؟ وليك وحشه يا دكتور عمرو دلوقتي. هتسرب فيها كلب ابن الدهوات ابن البشوات يعيش مع الاوساخ والكلب دول. يا بيه كنا هنعمل له حاجه نضيفه. يا بيه واحنا كنا نضيفه ايه؟ حاجه نضيفه يا ابن الكلب. يا بيه احنا كنا بنبنيه فين لو كنا هنظبطه؟